إخوة الإخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم عود طيب المبارك إلى آيات الله البينات. عيش في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الصاعد أحمد غريب، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو أسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك خلق. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. لا إله إلا الله.
والله أكبر ولله الحمد لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك
الفقراء رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. صدق الله العظيم. اللهم اكرمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن ارفع درجاتنا بالقرآن ارحم سيدنا بالقرآن وسع مدخله بالقرآن يمن كتابه بالقرآن يسر حسابه بالقرآن أدخله الجنة ببركة القرآن جزاء ما علمنا وحفظنا من القرآن. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به وأنت غني عن عذابه فارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم اجزه عنا خير الجزاء. اللهم اجزه عنا خير الجزاء ببركة ما علمنا من القرآن. زد في حسناته وتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ببركتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ندعوك ونرجوك ونتوسل إليك يا الله أن تكتبنا من عبادك الطائعين ومن عبادك الصالحين ومن عبادك الحافظين لكتابك الكريم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. دعوناك كما أمرتنا يا الله فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله لا تردنا خائبين ولا مطرودين يا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام. أن الحق تبارك وتعالى يجعل ثواب ما قرئ ونور ما تلي
نورا يتقاطر على روح الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بهذه التلاوة وبهذه الأدعية والتي كانت من ذلكم العالم القرآني والعالم الإذاعي الكبير قارب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والذين استمعوا إليه دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم صاحب الصوت المميز والآداء المتميز ذلكم الغواص في بحر نغم القرآن الكريم والذي سوف نسعد به قارئا لقرآن فجر يوم الأحد المقبل من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة ابن طارون العاشق والمحب لأهل البلدة جميعا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. نقلت لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة على أرقى وأمقى وأحدث مكبرات الصوت الحديثة إدارة باشمهندس العالمي مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس تلكم العملة النادرة في هذا الزمان وصاحب اللمسة الفنية في عالم الصوتيات دس الكهربائية ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إحدى مخازن أولاد الحج حسني الجمل إدارة المعلم أنور الجمل بطارون خدمة الفندقية الممتازة والمميزة دائما نفسا وإتقانا ومزاقا وفيه السني طارق المتر العالمي محمد السني بطارون وحدة التصوير والبث الهوائي المباشر عبر شاشات الانترنت في كل مكان وزمان طارق عميد المصورين على مستوى جمهورية مصر العربية باشمهندس العالمي ناصر صلاح الطيب المطيب الذي يعرفه القاصي والداني الغني دائما عن التعريف نيابة عن جميع عائلات النجار أهل القدر والمقدار ونيابة عن جميع عائلات طروط الأعلام بلد القراء والعلم والعلماء يقدمون بكل الشكر والتقدير لكل من أتى ليقدم واجب العزاء وإخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.